انا عايز اسالك كام حاجه انا بقى. لا انا باجي اسال، انا اسال، انا الكابتن، انا اكبر. طيب خلينا عايز تسال حاجه، قول حاجه. انا عايز اسالك، قول علم. مين اللي انت شايفه في الجيل ده تقدر تقول ان هو شبه حازم امام؟ مش شبهك شكلك طبعا. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد في المنطقه دي هو احسن لعيب في مصر السنه دي يعني. مفيش حد، قلنا كل الناس بتشوف ان عبد الله عمل موسم كويس جدا، بس احنا مش قطع يعني. الفرق بيني وبين عبد الله شويه ان عبد الله بيباصي حلو، ممكن انا كنت برقص اكتر شويه. الاختراق احنا ما عندناش حد بيخترق، هي دي مش النهارده. باليات ايه اللي مخلي باليات كويس مثلا؟ بياخد الكوره وبيطلع لقدام، احنا ما عندناش الحته دي. نفسي حد في منتخب مصر ياخد الكوره ويعني تريزيجيه بيعملها، صلاح بيعملها، لكن ما عندناش حد من الدين من الناس اللي نمره 10 دي هتفرق معاك جدا. حاسس ان مصر طول عمرها كان فيها نمره 10 جامد. طول عمرها 10 اللي بيعدي، لا ونمره 10 اللي بيعرف يستلم الكوره بين الخطوط وبيلعب على الجون. طبعا طول عمرنا يعني. انا اقول يعني قبليها كان في وليد صلاح وكان في رضا عال وحماد عبد اللطيف. طب انت لو لعبت ماتش زي بتاع النهارده، لو لعبت ماتش زي بتاع النهارده ده وما عملتش ولا كره على الجون، هتعمل في نفسك ايه؟ انا بس انا بجد اصلا على فكره في مساحه كانت كويسه. لا يعني انا مثلا انا لما كنت بطلع ماتش ما عملت زي ده، ما عملتش 3-4 كور على الجون، ما كنتش بنام بالليل. هل انت حاسس ان لعيبه الجيل ده نفس المينتاليتي ولا قصه مختلفه؟ لا مختلفين طبعا. بص هقول لك حاجه، يعني خلينا نقول لينا ولا علينا. هم انا شايف هم ممكن يكونوا اكثر احترافيه مننا في الشغل وفي تركيز واتشيفمنت في حياتهم. بصراحه راحوا انديه كبيره جدا ومكملين في انديه كتير، وراحوا كاس عالم وراحوا نهائي افريقيا، بيشتغلوا كويس. لكن هي الكوره قلت شويه، الحلاوه بتاعت الكوره قلت شويه. بيشتغلوا اكتر بروفيشنال على المدرب عايز ايه، الناحيه اللي فيها سنس كده جماليه شويه، بعتقد قليله شويه. بس انا بتهيألي مع الراجل ده هو عايز يهاجم وبيدي على فكره. يعني النهارده انت لما تيجي تبص يا ميدو، احنا بنلعب دلوقتي تلاقي المحمدي بيزيد، ايمن بيزيد، مش عارف ايه، اتغيرت الشكل بسرعه. ولا انت حاسس ان الاحساس ده جاي للناس وجاي لك عشان اجاري جاي بعد كوبر؟ يعني طبعا فرق شاسع بين الاثنين في اللعب. يعني كوبر النهارده لو بيلعب الماتش هتلاقي ممكن الفرقه في نص الملعب دايما مرده وبيلعب بالشكل اللي بنلعب بيه، مش هتلاقي عشان هو جاي. يعني انا بقول ان اجاري محظوظ ان هو جاي بعد كوبر، فباين الفرق، فباين ان يعني بس دي هتاخد منه برضه وقت. خلي بالك ان اللعيبه بقى شيب مختلف وبتلعب بشكل مختلف. المحمدي متعود دايما بيثبت مثلا، ما بيزيدش من الزيادات دي، هتاخد منه شويه. اعتقد هو ضرب الوقت ده كويس بسرعه. يعني انا النهارده بصراحه يعني زعلت شويه ان احنا واحنا كسبانين 1-0 ومنلعب زيمبابوي قدام 70,000 ان احنا تحفظنا. ماشي انت خايف، بس كان لازم ان احنا نستمر في نفس اسلوب اللعب بتاعنا عشان نقدر ان احنا نجيب جون الثاني والثالث. بكره في ماتشات مهمه يا ميدو، شايف ايه ممكن يعني كده؟ انت لو تدينا هنت تحب تتفرج على ماتش اكتر ماتش او اكتر ماتش ممكن فيه كوره حلوه. اوغندا، في اوغندا بكره بقيت مجموعتنا. هي الماتشات قدامنا بكره، كونغو اوغندا، وبعدين نيجيريا بوروندي، غينيا مدغشقر. على فكره فرقه غينيا كويسه قوي، اللي لعبناها فرقه كويسه قوي قوي كويسه. وفيها 9 بيلعبوا في فرنسا، في 4 بيلعبوا في انجلترا، في 3، في 2 بيلعبوا في المانيا، في 2 بيلعبوا في اليونان، في 23 كمان. يعني اللي هيصعب من دول نيجيريا وغينيا في رايي. وهتفرج على الكونغو لازم، لان انا بحب دو صابر جدا، بحبه جدا كمدرب. لو انت اصغر مدير فني في البطوله على فكره، 42 سنه بالظبط. فانا بحب. هل ممكن نشوفك مثلا مدرب اوغندا مثلا في يوم من الايام، او مدرب الكونغو لو جات لك الحاجات دي تروح ولا ما ممكن تخاف؟ في الكوره فيها، لا ما خافش في الكوره يعني، فيها مش ما تحبش مثلا تروح؟ لا 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 عادي. انا اي حاجه شغل، انا شايفك في افريقيا الوسطى تدي كوره في غرب افريقيا. لا والله. طب قول لي طبعا احترامنا للناس كلها. طب قول لي، طب كوت ديفوار، كاميرون، وديني ابتدي بقى من تحت، ابتدي من النص كده، ابتدي بافريقيا الوسطى وبعدين خش على بوتسوانا. ميدو نورت حبيبي، انا وانت مع بعض مش بقدم الحلقه، احنا مع بعض يعني 1-2 ان شاء الله. حلقه حلوه، مبسوط جدا ان انا كان وحشني ان انا اشتغل معاك تاني طبعا. واكتر حاجه خلتني ان انا ابقى اكسايتد ان انا ابقى في البرنامج ده. بس عايز بس قبل ما انهي على خواتم الفنان عيسى وعيسى. انا هيبستر. ايه بقى الستايل الجديد ده؟ هيبستر الفنان عيسى وعيسى وبوهيم. قوي قوي قوي، عاجبني الستايل ده شويه. عايزين سيف بقى يخش في الحته دي.